نتمشى شوية، نشم الهواء العليل بدل قعدة البيت. أنا قاعدة بوزي في بوز الحيطان وأنت ماسك الموبايل عمال تلعب جيمز. أيوة يا شمس، المشي حلو أنا معاكي، بس أنا تعبت كفاية. تعبت ده إيه؟ هو إحنا كسرنا يا دوبك إلا 5 كيلو؟ 5 كيلو إيه؟ هو أنت إيه العملية الانتحارية اللي أنت داخلاها دي؟ إحنا داخلين ماراثون؟ هتشاركي في الأولمبيات الجاية مثلاً؟ بفرغ طاقة، أنا عندي طاقة سلبية ولو ما خرجتهاش يا فتحي هتطلع عليك وحنمسك في بعض، فقلت اهبد 10 كيلو كده عشان افرفر ولا اعرف اتخانق ولا اعرف اتكلم. ايوه انت الطاقه السلبيه دي عندك كل يوم بتصحي توزعيها على الخلق في البلد، انا ذنبي ايه تسحليني معاكي؟ شوف شوف شوف، انت اللي عايز تتخانق دلوقتي، انت اللي بتدور على الخناق يا فتحي. خلاص يا شمس اهدي يا شمس، ممكن تهدي؟ من الاخر كده انت في حاجه مزعلاكي وعماله تلفي وتدوري حواليا كده عايزه تقوليها، قوليها من الاخر وخلصي. مخي عمال يون، ما عرفاش اتكلم مع مين، وانت من ساعة ما غدرت بيا مع وجه البورس دي وانا ما عايزاش ابان ضعيفة قدامك واصل، ما عرفاش اتكلم مع مين. خلاص بقى يا شمس، ما بقاش قلبك اسود كالعادة كده، انا قدامك اهو اتكلمي معايا، عايزة تقولي ايه؟ امي واجعة قلبي يا فتحي، ما عرفاش اعمل ايه، ما عرفاش هتعيش عمرها ازاي في السجن كده. بقول لك ايه، ما ينفعش تهربها. هربها ايه؟ كفاية فرجة على افلام اكشن بقى يا ماما، امك في السجن بتاخد عقابها ولازم نحترم القانون عشان احنا ناس محترمه. تحب تزوريها؟ يا ريت يا فتحي يا ريت. بسيطه، اكلم المحامي وناخد زياره. طب بقول لك ايه، ما تشوف محامي العوباني كده يشوف لها مخرج كده ولا كده. حاضر حاضر، انا عارف ايه اللي هيخلص الليله دي كلها. تعالي ناخد صوره سيلفي. سيلفي اهو، ايه رايك؟ بقول لك ايه، قولي. على شرط شروطي هنزلها على الموقع بتاعي نساء ضائعات، بس هكتب زوجان سعيدان يعيشان قصة حبهما من جديد. يا فضايح. وحشتيني. لو كنت وحشتك بجد كنت سألت عليا. يا حبيبتي كان في شوية ترتيبات وحاجات لازم أخلص منها الأول. أنا عارف إن أنت زعلانة مني، بس بجد غصب عني. بجد؟ أنت جاي عشان خايف. خايف من إيه يا ريم؟ يا حبيبتي انا وانتي واحد، وانتي عارفه ان انتي بقيتي اغلى حد عندي في الدنيا، وابني اللي في بطنك هو الحاجه الوحيده اللي انا مستنيها من الدنيا دلوقتي. تعالي اقعدي. نعم، عايز ايه يا عادل؟ انا عارف الكلام اللي انا هقوله لك ده ممكن يوترك ويقلقك شويه، بس كلام مهم جدا يا ريم. مفيش اهم من ان انا اخرج من هنا وتتصرف يا عادل باي حال من الاحوال. جيب لي محامين، جيب محامين مصر كلها، المهم تخرجني من هنا، ان شاء الله حتى تولع في السجن ده، اتصرف. اسمي ما يجيش في التحقيقات خالص يا ريم، وشغله محرم كله، والناس اللي كان بيتعامل معاهم انا ما اعرفش عنهم اي حاجه. اوكي، ايه تاني؟ الكلام اللي انا بقوله ده في مصلحتي ومصلحتك، اللي انا عرفته من المحامي ان خروجك من هنا شبه مستحيل، فما ينفعش ابقى انا وانتي جوه السجن، ده من مصلحتك، ولا انت شايفه ايه؟ ايه يا عادل؟ أنا كنت بحسبك جايلي وهتقولي ما تخافيش أنا بدارك، اوعي تقلقي طول ما أنا موجود. جاي عشان تديني أوامر؟ جاي تأمن نفسك؟ يا ريم أنا بقولك على الكلام اللي قالهولي المحامي مش أكتر، وأنا قلتلك في مصلحتي ومصلحتك إن إحنا الاتنين نبقى مع بعض وإيد واحدة، وجاي هنا مخصوص علشان ابننا. ما ينفعش ابننا يتولد جوه السجن ويتربى جوه السجن، لازم ابننا يجي على وش الدنيا ويلاقي في حضن يحتضنه ويربي، يبقى بره. ما ينفعش إحنا الاتنين جوه السجن، ولا انت شايفه ايه؟ Thank you.
نادية 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 يا رب ايوه يا فندم، هبعت لحضرتك الملف بتاعه تبص عليه. ايوه عنده جزاءات كتيره جدا. تمام، حالا هيكون عندك. هو مين ده اللي جزاءاته كتير؟ موظف يا ستي في المصنع، عنده شكوى بيقول انه اترفض بطريقه تعسفيه، وهو بصراحه عنده جزاءات كتير وما كانش بيشوف شغله. الله يكون في عونه. طالما شاهد هي اللي ماسكه الموضوع يبقى يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. حرام عليكي، أنا ما بظلمش حد. قولي لي بقى اللي جابك فجأة كده؟ يا سلام، هي بعد كده؟ لا ما أقصدش يعني، أصل أكيد ما وحشتكيش، إحنا قاعدين مع بعض طول الليل وبنرغي للصبح، بس أكيد عندك كده حاجة جاية ترميها في وشي، قولي. بصراحة أنا ليا طلب. إيه؟ عايزة تشتغلي أنت كمان في المصنع ولا إيه؟ أنا؟ لا 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 خالص. يبقى عندك حد عايزة تشغليه؟ أيوه هو ده بالظبط. بصراحة يا زينب انت عارفة ان انا لسه جديدة في الشغل هنا، وكمان علاقتي بيهم مش قوية قوي، انا حتى عندي مشاكل مع كل الادارات هنا. خلاص ما تكلمي عزت. طب ما تقولي لي مين الاول. فتحي يا شهد. يا شهد انا قعدت بفكر مع نفسي في البيت، شمسة غلبانة قوي، وفتحي طول الوقت قاعد في البيت لا شغل ولا مشغلة، وطول ما هو كده هتفضل دماغه ماشية شمال. اه والله انا بتكلم بجد، بس خلي بالك الراجل اللي مفيش وراه حاجه تشغله بيبقى كارثه في البيت. بصراحه في دي عندك حق. انا قلت خليه يتسحل هنا من الصبح لبالليل، وبعدين ممكن يسافر اجازه اسبوع مثلا، او ممكن يجيب شمس وينقله عيشه هنا في مصر، مش كده احسن؟ مش عارفه تفتكر هيوافق؟ يا سلام، هو ممكن يرفض. بقول لك ايه، عايزه اقول لك على حاجه، محروس جوز عمتي جالي هنا قريب، كان عايزني كده يعني اساعده، عايز يعمل مشروع سوبر ماركت او البان حاجه كده، ما تيجي نعمله الفتحي. طب هو ده هنعمله فين؟ في البلد. مش عارفه هينفع ولا لا. يا ستي في البلد في المركز اي حاجه مش هتفرق، وهي البنت شمس تساعده، اهل بيتي دي تبان يعني انها طيبه وغلبانه، بس دي قروبه. والله ممكن فكره مش بطاله. عامله ايه يا شمس؟ عرفت انك جيتي قلت اجي اقعد معاكي شويه. تعالي يا حبيبتي تنوري.